ختام حديثي أود فقط أن أنوه للمشايخ والمحافظ والأعيان إن علينا التمسك الحقيقة بهويتنا، هويتنا العمانية، السمت العماني، عدم الحقيقة الترفع عن العمل الحر. هذه مخاطبة لشبابنا، يعني أي عمل اليوم يعني يدر دخل للفرد مهما كانت قيمة هذا العمل. فعدم الترفع عن أي عمل حر، أي عمل يدر الدخل على الفرد وأسرته، والبداية دائما تكون صغيرة ومن ثم تكبر. نتكلم اليوم عن ربط الحكومة والتقنيات الحديثة. اليوم عندنا مركز إحصاء، المعلومات أصبحت متوفرة وبسرعة هائلة. اليوم طلب المأذونيات والإباحات وكلها أصبحت تدار إلكترونياً من قبل المؤسسات الحكومية. هذا طبعاً في تسريع للعمل. مستقبلاً ستكون كل أمورنا إن شاء الله في الحكومة، سواء في المحافظات أو في المراكز الحكومية الرسمية، كلها ستقبل على النظام الإلكتروني. مع ذلك أنا أقول أن أمورنا والحمد لله مخطط لها أن تمشي حتى تنجح. ومع ذلك كلما كان هناك في وفر خارج عن الذي خططنا له سوف يستغل في الجوانب التي هي ربما تنتظر أن تكون في الخطة القادمة، سيتم إن شاء الله إنشاءها أو الموافقة عليها في هذه الخطة. أتمنى لكم الصحة والعافية.